إحنا حنعمل دجاج تايلندي. أول شيء حنحمي الطاوة مرة كويس، بعدها حنحط الزيت ونحمي. أول ما يحمى حنشوح الثوم والفلفل المدفى، بعدها حنحط الدجاج أول ما يتغير لون الثوم، بعدها حنحط الليمون جراس. أول ما يستوي الدجاج حنحط الفلفل الرومي والبصل الأخضر والبصل الشالوت والكاجو، بعدها حنحط الأويستر صوص والصويا صوص والتوم باستر.